شي غير تجيبوا له كاس ما وهذه كاميرا كاشي وسوستني مرتني هولتني هلتني جيب الرقيب قدر يقدر عليك هالجن وانت ما لقيت وين تسكن هالجن. اليوم ضيفتنا جاتنا من تلمسان، إنها خريجة مدرسة ألحان وشباب. إذا نترككم مع الفنانة رجا مزيان. مساء الخير رجا. مساء النور، شكرا على الاستضافة. ميرسي. يعطيك صحة أنك جيتينا رجا. كيفاش تقيم رجا مزيان مشاركتها في مدرسة ألحان وشباب، وصولك إلى النهائي خاصة؟ كانت تجربة ما نقدرش نقول ما ضافت ليش، ضافت لي بزاف. دونك كي نخرجوا ديريكتومون كل واحد فينا يحدد الوجهه تاعه وين رايح بها. واش تقول لنا رجا عن الاولياء الصالحين؟ بالنسبه لي انا زدت وكبرت في مدينه مغنيه اللي هي مسميه على وليه صالحه، هي الحاجه مغنيه الله يرحمها ويحسن اليها. دونك كبرت في مجتمع يعرف يؤمن بزاف بالأولياء، وخصوصا هاد الولية اللي يقولوا عليها تقول لا ليجوند ولا الأسطورة كما يقولوا، باللي راحت للحج أبي. ما خممتيش أنك تدير أغنية على الحاجة لله مغنية؟ سي درت. أعطينا أكابيلا. غير الدينية الطاكسي في سوق مغنية ندور، نغني لولاد بلادي وغير خليني ندور، ندي شمعة وبشارة لله مغنية نزور، دار جدي ودار اخوالي غير خليني نزور. انسيتويت. كهنا انت قلتي لي كي تروحي سيدي عبد الرحمن تحسي روحك خفيفه؟ وين نحس روحي خفيفه، مي مانيش ما حش نقول لك باللي بريت 100% ولا وليت كيما كنت ولا هذه يعني من علامات السحر. انتم تقولون انه كاهنه بها السحر، احنا اذا اعطونا دليل، احنا نتكلم بالدليل، احنا كفريق صحفي وكبرنامج تلفزيوني نحب نشوفوا عينه بكل صراحه. لي شروط ايضا، اولا لازم تكون لابسه لباس مستور كاملا. تفضل، يحب يشرب، يحب يشرب. ما عندكش سكر ولا قلب ولا ما فيك اوكين مالادي؟ لا ما كيش مليحه تي با اوبليجي. لا لا ما كيش مليحه، ما تخافي حتى من واحد. لا لا خلاص 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 يبا مالك كي حابه. تفضل شيخ على بركه الله. احضر باذن الله وتكلم، احضر باذن الله وتكلم، باذن الله باذن الله. ان الله سيطر. نشاهد وإياك روبورتاج أعد خصيصا لهذا الموضوع. رجع العقل. بعد الروبورتاج كمل. خفيدي. عندك دقيقة رجع العقل. اسمح لي الشيخ. ما تقاطعنيش مرة جاية. عندي روبورتاج وعندي. دير روبورتاج قبل ما نرقي يا أستاذ. أنا نرقي معاها. ترعى الشيخ. ترعى عشان في حالة معاه، أنا مش مسؤول، أنا مسؤول أحياء هذوك أنا. مشاهدينا الكرام، نشاهد وإياكم روبورتاج قام به زميلنا حكيم عن الأولياء الصالحين، ونعود مباشرة بعد ذلك. رجا هيا شوفي الروبورتاج باش نجي ندي بلاصتك هنا وان شاء الله ما تفيقيناش. هل كان بامكان سيدي بومدين اشفاء المرضى؟ واش تقول رجا مزيان؟ ما لو كان تعطينا رجا هكذا مقطع اكابيلا بما انك انت من مدينه تلمسان على سيدي بومدين. فرانشمون جي با انفي. إذا الشيخ أنا كنت وقفتك قبل الروبورتاج، نخليك تواصل العلاج على بركة الله بحضور دائما فنانتنا رجا مزيان وفي بلاتو برنامج الفن والمجتمع. بسم الله بسم الله. أحضر بإذن الله، أحضر بإذن الله وتكلم وتكلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الشيخ أحمد سوداني. كملها في المنزل، كملها في المنزل. كنت مسلم كملها في المنزل. انت اللي قلتي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ستركت مفروضك يا سي بابا. لماذا دخلت في هذا الجسد؟ ستركت مفروضك لكم عالمكم ولنا عالمنا.
إيه ما كهينة كهينة شيخ شيخ قل لي يخرج من جهة أخرى ماذا بك الله يخليك تكلم معي شيخ وقت شاهد وقت البرنامج انتهى سكتي سكتي وقت البرنامج انتهى انت يا صديقتي يا أنيسة ما لست صديقتك خرجهم بعد سهل جلبت عليها في حكاية التدفين إذا كنت شايف فيها سحر أو الحسد اديه روح أحمل خير خيري لكم بخوريا في دي كواتوا شو في بغلا فيك شتفي تكلم معه أنا؟ إيه حبي يتكلم معك ما يتكلم لما عنده حتى هدر أنا معي هدر معها هديك اللي جابتها أنا ما يهدرش أنا معايا الدي كوا؟ Je dis je veux pas que tu pars avec moi. Mais pourquoi ma fille? Je suis pas ta fille, c'est quoi ce... Laisse-moi partir, s'il te plaît, parce que là... J'ai envie de parler avec toi. Pourquoi sa voix, elle est comme ça? Je comprends pas. Allez, je la vois, t'es hâte, bidlet haka. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le qu'il y a jeune... Dakar. Dis-le qu'il me quitte. Dis-le qu'il me laisse, s'il te plaît, ma fille. Vous me parlez à moi? Ouais. Dis-le qu'il me laisse. Partir. Ça y goul. Qu'elle crée les roches. خليك تروح بشرط تدي السحر تاعك وتروح قول له بشرط يخلي السحر تاعه يدي السحر تاعه ويروح laissez votre sort et partez qui vous je peux pas partir j'ai envie d'écouter une chanson en français en anglais j'aime pas la langue arabe قالك شيخ غني له انت بالروميه يا رب الله وقت الحصه دخلت في الحصه خلاص دي فين صار قال سيلتا بلي دخل في حفل غناء دخل سيلتا بلي قال لك بلا يفهمك شوف في دماش تقول دخل في عرس قالوا دخلت في حفل vous êtes rentré dans un mariage oui son mariage je peux faire du mal ici واش الشرط تاعو باش يخرج قال لي شكو je peux faire du mal ici قال لك يقدر يأدينا هنا يقدر يدير حاجة ماشي مليحة لا ما شربش الماء هذه وي شربها ارفع ما شربش الماء انا ما شربوهاش الماء بستوا بسم الله تأذي لي حتى واحد هنا في البلاطو ما تأذي حتى واحد هنا دير لك مو في باد مال سير تبلي دير لك مو في باد مال شنو يقول ما تأديش دير لي سي سينو شتو في دو مال اعطيه شرط ما تأديش قال لك فوت كونديسيون سي كوا بور سورتير ديسي سي توا Je sors de ce corps, je rentre dans ton corps. J'ai pas de place. C'est. Cher, qui fait chimder l'odeur? Je viens avec toi! Oh merde. Votre condition pour sortir. Vous êtes chanteuse, ma fille? Dis-moi. شيخ نقدر نهضر معاه يسمعني نهضر انا راني نهضر معايا وي جو بارل افيك توا لا سو كو كومبرون فرونسي سي دو شانتاز وي جو لو سوي جو ان بي فالت ان بي تي بروبليم وي جي توجور اي دو بروبليم مو قالت كنت فهمت صح قال سيل تبلي سيل تبلي خرجوها علينا سيل تبلي ما في حوار معاه ما نقدرش شيخ الله يحفظك خرجوها ولا خليني نمشي انا في حالي سيل تبلي سيل تبلي جو فيان افيك توا وين تجي معايا Je sors de ce corps. Je rentre dans ton corps. Il n'y a pas moyen, mais qu'est-ce qui fait discuter avec l'aql? Je viens dans ton corps. Ici, à Alger, bien que l'insan. J'ai envie de te dire. Tu sors, je viens avec toi. Il peut rien faire. Il peut pas communiquer avec moi. Il peut pas communiquer avec moi, donc il peut rien faire. قرا القران انت ما مشي جيت باش تقرا القران قرا القران حس الشرط تاعو شنو بابا حاب يدخل فيا قرا القران حاق له بابين بابه شيخ انا من فضلك لا تقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله عندنا شي حصه كيما هذه تبهدلوا حالات حيت وموت مع باش بشوي اغلب الجزائر هذه قاعد هنا نسال عليها انا مسال عليها هذوك انا هيا اختي ماشي اختك انا على خاطر انت اللي جبتيهم علاش تفرسي عليها باش يرقيها هنايا يرقيها في الحوله ما نعرفش انا الخير
قول له ما يهضرش معايا ماذا بك قلت لكم يتوا تتعرفيني انت راجل مزيان تعرفيني ما عرفكش ومانيش حابه نعرفك لا غير تعرفيني عارف بنتك وشفتيني شفتيني في منامك ما انا ما نومش ديجا تنومي انت يا راجل ما نومش انا العباد كاع ما نومهمش ماشي عبد انا جن خطره جاك مثل الانسان جبد لك السلاح ضربت لها ماتريس من الاردنيه بكاسمه برافو لازالك خسرت لي النية درك وانت راقي ما لا تعرف مشي درك لا لا تبهدي لك حلا كل عام انا قلت لهم في مجال التوعيه يعني هذه كاميرا عشان التوعيه معليش نعرف الانسان بالول وطريقه الرقيه ولا كذا صافي الفو با ندخلوا في هذا المجال تاع الجنون لانه مجال غامض انا دخلت الجنون لانه موجود معنا في كل مكان هذا الجن وهذا الجن يعني كي تبدا تهضر معاه قد يخرج في اي لحظه يا ولا برافو قولي برك بلي انت ماشي امام باش جو مي بيرمي الله يخليك كوميديا الله ما تحشمي وجه الشر شكون لي بيبليك ديالك لي فان ديالكم نقول لكم صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير وان شاء الله ما شبعناش بخس وتبهدي لهاد العام وميرسي بوكو والشروق يا سيدي أما أنتم مشاهدين الأفاضل غدا وحلقة هايلة 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 مع خالد محبوب على قناتكم الشروق تي في وفي نفس التوقيت